نشاط رياح وأتربة في الجو، الأرصاد الجوية تحذر 6 فئات من طقس اليوم. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن في نشرة إخبارية جديدة. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن تسود اليوم أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد وبارد ليلا على الأنحاء كافة. وذكر بيان هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة تشهد استقرارا ملحوظا على كافة الأنحاء مع وجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، إضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن الحالة الجوية النهاردة هتكون معنا على الهاتف الدكتورة منار غانم، وهي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذة هبة، وأهلا بكل متابعي تلفزيون الوطن. عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور إيه حالة الجو النهاردة، وخصوصا في تحذير من هيئة الأرصاد الجوية. احنا طبعا اليوم مكملين في ارتفاع درجات الحرارة اللي بنشهده منذ عدة ايام، هي ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة. تمام. لان العظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم تكون 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بسبب ان احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبنحس بالأجواء اللي فيها ارتفاع في درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، جنوب سيناء، أجواء دافية على سواحلنا الشمالية، حر على جنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترة النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، بيكون فرق بين فترة النهار وساعات الليل المتأخر بيتراوح ما بين 12 و13 درجة مئوية، 15 درجة مئوية في شمال الصعيد، فأجواء فترة الليل بتكون أجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي كانت كثيفة وأدت لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية خاصة في الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية، ويمكن إلى الآن ما زالت في تأثير للشبورة المائية. الشبورة المائية بتتكون ساعات الليل المتأخر وبتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس فترة الصباح الباكر. تمام. بالإضافة كمان أن ارتفاع درجات الحرارة ده متوقع أن هو يستمر معنا إلى يوم الاثنين القادم إن شاء الله، لكن أعلى درجة حرارة هنوصل لها تكون 28 درجة مئوية فترة النهار على القاهرة الكبرى مع استمرار تكون الشبورة المائية. يمكن متوقع غدا يكون في نشاط للرياح هيزود احساسنا خلال فتره المساء بانخفاض درجات الحراره، لكن احنا طبعا بننوه في الهيئه العامه للارصاد الجويه وبقالنا كذا يوم بننوه على حاله من التقلبات الجويه، لان الناس خلاص بدات تقول ان الشتاء انتهى، فصل الشتاء لم ينتهي، فصل الشتاء هينتهي 20 مارس، الفتره دي بيحصل فيها تقلبات جويه، وده اللي متوقع مع مساء يوم الاثنين القادم ان شاء الله، ان احنا نتاثر بوجود منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط مع منخفض جوي كمان في طبقات الجو العليا. مع مساء يوم الاثنين هيكون في فرص للامطار مع الحاله الجويه وحاله عدم الاستقرار على السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، وهي امطار متفاوته الشده ما بين الخفيفه والمتوسطه، محافظات جنوب الوجه البحري او محافظات الوجه البحري ككل هي فيها فرص لسقوط الامطار الخفيفه. مع تقدم الوقت الامطار هتشمل المناطق الداخليه مع يوم الثلاث، فاحنا متوقع حالة عدم الاستقرار تكون على محافظات السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، سيناء، محافظة البحر الأحمر، وده هيكون يوم الثلاث تحديدا، اللي مع الأمطار كمان هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 7 لـ 8 درجات، لأن متوقع أن احنا نعود تاني للأجواء الشتوية المعتدلة فترة النهار، وعظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية فترة النهار، بالإضافة كمان مع وجود نشاط للرياح في الحالة الجوية دي، نشاط الرياح يخلينا نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة، ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة، والحالة الجوية دي هتستمر معانا يوم الثلاث،
مع يوم الأربع الأمطار تنحصر في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لكن مكمل معانا انخفاض درجات الحرارة أو الأجواء الشتوية المعتدلة. عشان كده احنا بنأكد على كل السادة المشاهدين بلاش ننخدع بارتفاعات درجات الحرارة. الفترة دي فترة تقلبات جوية حادة وسريعة واختلاف في درجات الحرارة والأحوال الجوية من يوم للتاني، فمهم جدا لازم نتابع النشرة الجوية بصورة يومية قبل ما نخرج من البيت. مهم جدا ما نخففش الملابس ونحافظ على ارتداء الملابس الشتويه، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، والقياده تبقى بهدوء تام على اغلب الطرق مع اي ظاهره جويه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه تمام. الأفقية. دكتور مناره، عايزين بس نعرف مين هم الست فئات اللي تم تحذيرهم من قبل هيئه الارصاد الجويه بخصوص التقلبات الجويه؟ لا، هو احنا بنحذر كل المواطنين ككل، لكن احنا ناخد بالنا الاطفال وكبار السن بلاش تخفيف الملابس، مرضى الحصيله الصدريه والجيوب الانفيه مع نشاط الرياح اللي ممكن يكون مثير للرمال والاتربه، لازم واحنا خارجين مع يوم الاثنين والثلاث نبقى في كمامات نرتدي الكمامات. ولكن ان كل المواطنين، وبننبه يعني خاصه الاطفال لان الاطفال بيروحوا المدارس فتره الصباح الباكر، واحنا خارجين لاشغالنا فتره الصباح الباكر، بلاش نخفف الملابس بشكل كبير لان تغيير نوعيه الملابس بشكل كبير ممكن يصيبنا بنزلات الحراره. تمام. دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدي ومتابعي شاشه تلفزيون الوطن في كل مكان، طبعا بنشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، ومستمرين معاكم في تغطيات اخباريه اخرى على مدار اليوم.